انتي جلير لايت، الاضاءه اللي تعك اللي ما تعكس اضاءه الرؤيه على الميكروسكوب. يعني يوم ما نحط احنا فلكس او نشتغل في موضوع جنابر ويصير فيه فلكس اثناء عمليه اللحام، الاضاءه الميكروسكوب تعكس الرؤيه على العين، يعني الاضاءه تنزل والرؤيه تطلع على العين. فاحنا حطينا اضاءه تيجي مسقطيه من الجانب، يعني تيجي الاضاءتين من الجانب، مثل هاي 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 الاضاءه، هاي الاضاءه الاضاءتين من الجانب. يعني بدل ما تكون الرؤيه تنزل افقيه او عموديه على البورد وترجع تطلع، تيجي الاضاءه من الاطراف من الجانب هذا بهالشكل، تيجي هذول الاثنين. طبعا بامكاننا نتحكم، نعلي ونوطي الصوت، وبامكاننا نطفي ونشغل. طبعا هذا كله راح يكون في عليه شرح عملي ان شاء الله، ما راح اطول عليكم، خلونا نجرب مع بعض. طبعا هذا البوكس الريفلكت تبع اللايت، نجرب نفتحه. بس نعرف من وين ينفتح اول. تمام، هذا هو البوكس. طبعا الوزن ثقيل نوعا ما، ما هي خفيفة. خلينا نروح على الكاميرا العلوية. تمام، هذا هو البوكس. رايت لايت ليفت ولا ولايت رايت، وضغطة التشغيل والباور. هذا الباور. تمام، هذا اللي نحتاجه. هذا اليمين، ضوء اليمين، وهذا ضوء الشمال. فاحنا حنحط في الوسط، نركب هاي. تمام، نشوف كيف حتركب معنا. تمام، هي وصلنا الاثنين. هنجيب الباور.
تمام. اليمين ما هو شغال. اليسار شغال لكن اليمين ما هو شغال. نشوف المشكلة فين، هل هو من التركيب ولا من اللمبة نفسها، هي أساسا ما تطلع بسهولة. تمام اشتغل. في سنة لازم نحطه على السنة، لازم نحط الضوء على السنة. تمام. طبعا هو كبير حجمه لكن هنجربه على الميكروسكوب. هيكون عندي انا بهالشكل ها. تمام راح ادخل الميكروسكوب واكمل. طبعا هذا هو الشكل النهائي للبورد، حيكون عندي بهالشكل هذا. مثل ما ذكرت بإمكاني أتحكم أنا في هذا المقبضين، أخذها يمين يسار، أرجعها تحت فوق، أوجهها للمكان اللي أنا أحتاج إني أوجه اللمبة عليه. طبعا إذا نروح على الميكروسكوب، خلينا نروح على الميكروسكوب الآن، أنزل هذا. تمام. هذا شكل الميكروسكوب. إذا أجي أحط فلكس وأجيب الهوت إير وأسخن، أشوف الفلكس كيف حيمشي معي في البورد. تمام. هذا شكل الفلكس، هذا شكل الفلكس. الآن أنا إذا أجي أطفي لمبة الميكروسكوب تمام وأشغل اللايت هذا واحطه في مكانه بهالشكل، اخذت معاي الرؤية اوضح، اعطاني مكان الفلكس والقصدير. طبعا الرؤية جدا واضحة. تمام. انا الان راح اطفي الضوء واشغل لمبة الميكروسكوب. لمبة الميكروسكوب الاضاءة تعكس دايركت على الرؤية، بينما هذا يعطيني رؤية من الجانبين من الجهتين. حيكون عندي بهالشكل هذا. إذا نيجي على الرؤية حيكون عندي بهالشكل هذا، الاثنين متسلط على مكان الشغل. فهذا في الرؤية جدا 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 أوضح، بس حيكون في عندك ضيق في المكان، يعني هذا ما تحتاجه، حترفعه ساعة ما تحتاجهم ويكون في عندك رؤية ما هي واضحة، هتنزلهم على مكان العمل. طبعا كل ما نزلنا لتحت كل ما ذاقت الرؤية وصار في رؤية أوضح، كل ما طلعنا للأعلى فوق يصير في رؤية أبعد. أنتي جلير، هذا يعتبر أنتي جلير
للعمل اللي يشتغل بالشكل هذا. مثل ما احنا شايفين الرؤية أفضل، ما تعطيني رؤية مسقط عمودي، يعني الرؤية تنزل دايركت على البورد وتطلع على الرؤية العين. هنا الرؤية تجي، الإضاءة تجي من الجنب. طفي هذا، شغل لمبة الميكروسكوب، حشوف انه واضح، بس انه الرؤية اللي كانت اولي من الجهتين كانت افضل. هذا بالنسبة للأنتي جلير، لرؤية العمل او رؤية الإضاءة تحت الميكروسكوب. تحياتي للجميع، انا اخوكم وسيم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.